بخصوص قضية الطالب جعفر. أول إحنا ما أهله، أنا أصير عمه، أول ما سمعنا بالقضية في من الأردن عقب اعتقاله تقريبا بسبعة أيام وصلنا الخبر من الأردن، فمباشرة بعد سماع الخبر أول ما فكرنا إن إحنا نتبع الجهات الرسمية عشان نستفسر عن قضية جعفر. فأول ما توجهنا للسفارة الأردنية. السفارة الأردنية أبلغونا إن إحنا ما نقدر نتعامل مع القضية أبدا، تقدرون ترجعون للسفارة لوزارة الخارجية في البحرين، هم ممكن يفيدونكم. رجعنا إلى وزارة الخارجية، قمنا بالاتصالات هناك، طلبوا منا إن إحنا نكتب رسالة نوضح فيها الموضوع. فكتبنا رسالة كتبنا فيها الموضوع بالتفصيل، وناشدنا وزارة الخارجية إن إحنا ما نطلب تدخلهم في القضية، لأننا نعرف أن هذه القضايا بين الدول قضايا سيادية. فطلبنا فقط أن احنا نعرف مكان اعتقال جعفر ونحصل طريقة للتواصل معه، ولكن لغاية اليوم 19 لاعتقال جعفر ما استطعنا أن نحصل أي طريقة للتواصل مع جعفر. من جهة أخرى، حتى في الأردن أبو جعفر وعمه توجهوا إلى الأردن، راجعوا السفارة البحرينية في الأردن. السفارة وعدتهم أن السفير راح يقابلهم، لكن للأسف الشديد ما قابلهم. يبدو أن هناك مماطلة من الجهات الرسمية للإعلام عن حالة جعفر. الآن إحنا الآن كعائلة غاب عنها ابنها لمدة 19 يوم، لا نعرف هل ابننا موجود في الأردن مو موجود في الأردن، من اللي اعتقل جعفر، لأي سبب اعتقل جعفر، حالة جعفر الإنسانية شنو ياكل يشرب، ما نعلم بها. فكل مطالباتنا من الجهات الرسمية في البلدين البحرين والأردن والجهات الحقوقية أيضا، إن إحنا نطالب بالكشف عن مصير جعفر. لماذا جعفر لمدة 19 يوم لم يتصل لأهله؟ هل هو في صحة جيدة؟ هل أصابه مكروه؟ فنطالب جميع الجهات الرسمية والحقوقية القانونية أن يقفون معنا للكشف عن مصير جعفر. من جهة أخرى، نحمل النظام الأردني كامل المسؤولية عن سلامة وصحة جعفر النفسية أو الجسدية، كما أيضا نحمل النظام البحريني ونطالب النظام البحريني باعتبار جعفر مواطن من مواطني دولة البحرين أنهم يكشفوا عن مصيره ويتصلوا في الجهات الأردنية للكشف عن مصير جعفر وإعطاء القضية اهتمام أكبر، لأن إحنا كعائلة جعفر نحس أن النظام البحريني أيضا يتجاهل قضية جعفر. ما حصلنا أي اتصال من جهة رسمية حتى يستفسرون عن جعفر، يعني هل حصلتون موضوع، هل ماذا فعلتون، أو يوجهونا أن إحنا شو نسوي أبدا. بس قالوا نجيبوا الرسالة، ودينا الرسالة، بعدين إحنا نتصل فيهم ما يردون علينا.